بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. عظيمة يا مصر، نجاح باهر لقمة المناخ بشرم الشيخ، قادة العالم في ضيافة مصر ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاهد رائعة لأم الدنيا. تابعنا كلنا أحداث وفعاليات قمة المناخ وشفنا قد إيه العالم كله بيحترم مصر وبيحب مصر. شفنا ازاي قادة العالم بتتكلم عن مصر وبتحترم مصر وانجازات كثيرة جدا تليق ببلدنا الكبيرة جدا. بصراحة انا فخور بالشكل الرائع لشرم الشيخ في قمة المناخ، بصراحة برضو حاجة تفرح، واحسن حاجة لما ترد على المشككين في الملعب زي ما احنا بنقول دايما في كرة القدم، احسن حاجة لما ترد بالعمل والانجاز والنجاح. مصر بتتقدم كل يوم وربنا حاميها بفضله وكرمه. كل التحية لكل واحد وطني بيحب بلده وعاوزها دايما في السماء. كل التحية لرئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل قيادات بلدنا اللي خلونا نشعر بالفخر في قمة المناخ. بلدنا بلد كبيرة قوي وهتفضل بلد كبيرة. فعلا عظيمة يا مصر، فعلا عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عايز ابدا مع حضراتكم النهارده في 6 اغسطس سنه 2008 ظهرت قناه النادي الاهلي للنور. من اول يوم في هذه القناه ومنذ اول دقيقه كان فيها بث مباشر على الهواء مباشره، وهذه القناه رفع شعار الاخلاق والاحترام قبل اي شيء، المهنيه واحترام الشاشه، مبدا ماشي عليه كل اللي ظهروا على قناة النادي الأهلي من 6/8/2008. على شاشة قناة النادي الأهلي لن تجد ألفاظ خارجة أو تطاول أو تجريح أو سب أو قذف أو شتائم. على شاشة قناة النادي الأهلي هتلاقي مضمون محترم وكلام لائق وموضوعات وحوارات كلها بتتكلم عن عظمة كيان النادي الأهلي واحترام المنافسين. على شاشة قناة النادي الأهلي هتلاقي نجوم نادي الزمالك بيتكلموا عن ناديهم بكل فخر على شاشة الأهلي، لأن هي دي الروح الرياضية. على شاشة الأهلي هتلاقوا كل نجوم الأندية. من يومين أو من 3 أيام كان معانا كابتن حمدي نوح واتكلم عن أهم إنجازاته اللي كان عايشها في المقاولين العرب، وأيضا كابتن محسن عبد المسيح طلع معانا على التليفون نجم النادي الاسماعيلي. وانت بتتفرج على قناة النادي الاهلي عمرك ما هتشعر بالخجل، وانت بتتفرج مع زوجتك او مع اختك او مع والدتك او مع بنتك عمرك ما هتحس باي خجل، لان قناة النادي الاهلي بتحترم الاسرة المصرية كلها. في قناة النادي الاهلي في ضوابط واصول مستحيل هنطلع عليها أو هنطلع عنها أو هنحيد عنها مهما كانت الظروف ومهما حصل. هنفضل نحترم بلدنا وقوانين بلدنا وإعلام بلدنا، لأن مشاهدة قناة النادي الأهلي ممكن أي حد يقعد يتفرج عليها، لأننا في الآخر ماشيين على مبادئ وقيم اتعلمناها جوه القلعة الحمراء. قناة النادي الأهلي جزء من الكيان العظيم اللي اتعلمنا منه حاجات كتيرة جدا. باحترام او الاحترام اللي بنشوفه من خلال قناة النادي الاهلي هو بالاساس احترام لهذا الجمهور الكبير وهذا الجمهور العظيم. نسمع كده كلمة قالها كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل مع حضراتكم. النادي الاهلي مش صريط اللسان، النادي الاهلي مش سباب ولا فاحش ولا بذيء. الاهلي اكبر من كده بكتير. الاهلي مش سباب ولا لعان ولا بذيء ولا ضعيف، ولكن النادي الاهلي وقناته دائما ما يتخذ الاجراءات وفقا لقانون الدوله المصريه اللي احنا كلنا بنحترمها. عمرنا ما هنرد على حد ولا هننزل لأي مستوى أقل من مستوى النادي الأهلي، لأن اتعلمنا كده من كتاب مبادئ النادي الأهلي. لازم نبقى عارفين إن مفيش أسهل من إن أنا
أغلط في الكلام، لكن صعب تكون محترم وخلوق وعفيف اللسان والناس كلها تحبك وتحترمك. هو ده الفرق، أو هو ده الفارق ما بين النادي الأهلي وقناته وإعلامه وأي شيء آخر. الحقيقة كنت لازم أقول لحضراتكم هذه الكلمة لأنها كلمة مهمة جدا 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 تخص. في البعض بيسألنا هو أنتوا ليه ما بتردوش على فلان أو علان أو ولا ترتان؟ دايما دايما عندنا كتاب كده، طبعا هو مش كتاب بالمعنى المفهوم، ولكن هو كتاب كلنا عارفينه وكلنا حافظينه، كل من دخل النادي الأهلي عارفه وحافظه، هناك من يطبقه وهناك من لا يطبقه. احنا في قناة النادي الأهلي بنطبق هذا الكتاب، كتاب المبادئ والأخلاق والقيم. خلينا ننتقل إلى موضوع آخر، الأهلي والمونديال. كلنا عارفين ارتباط النادي الأهلي بالمونديال، بمونديال الأندية، لأن شاركنا فيه 7 مرات، ولكن كأس العالم للمنتخبات، إيه الارتباط اللي النادي الأهلي مرتبطه بكأس العالم؟ هو كمان هتقعد بقى عم إسلام تقول لنا إن النادي الأهلي له دخل في كأس العالم؟ أيوة يا فندم، الأهلي كان طرف في تأسيس المونديال وظهور كأس العالم للنور. ده موضوع كبير قوي، مش أي كلام. زميلنا محمد سلطان كشف عن وثيقة مهمة من محاضر كونجرس الفيفا اللي أقيم عام 1928 في أمستردام على هامش دورة الألعاب الأولمبية. قال زميلنا محمد سلطان أن هذا الاجتماع كان له أهمية كبيرة جدا لأنه شهد اقتراح إقامة كأس العالم، وهو الاقتراح الذي قدمته فرنسا وتمت الموافقة عليه لتنطلق البطولة الأعظم في التاريخ. مين كان ممثل مصر في هذا الاجتماع أو ممثلي مصر في هذا الاجتماع؟ هم أحمد فؤاد أنور ومحمد صبحي وعلي مخلص ويوسف محمد، وصاحب صوت مصر في هذا الاجتماع هو أحمد فؤاد أنور. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، يعني ده مسودة المحضر أو مستند المحضر، يعني مش بنقول حاجات من دماغنا، ده سنة 28. مين بقى أحمد فؤاد أنور؟ أحمد فؤاد أنور هو كابتن فريق كرة قدم، أو أول كابتن في تاريخ كرة القدم في تاريخ النادي الأهلي، وهو كذلك أول مدير كرة في تاريخ النادي الأهلي، والقائم بأعمال رئيس النادي الأهلي مطلع الأربعينيات، والذي كان عام 1928 رئيسا لبعثة مصر في الألعاب الأولمبية. أحمد فؤاد أنور صوت على اقتراح إقامة بطولة كأس العالم. يعني رموز كبيرة جدا في تاريخ النادي الأهلي، والتاريخ لسه ما كشفش عن حاجات كتيرة جدا. يعني دايما لما بنيجي نتكلم بنحاول دايما نجيب لحضراتكم معلومة تاريخية، علشان حتى وإحنا بنتكلم زي ما حضراتكم شايفين محضر الاتحاد الدولي بشأن فكرة كأس العالم، عشان بس ما حدش يطلع علينا ويقول لنا يا جماعة مش عارف إيه. لا، هو حضراتكم زي ما أنتم عارفين كده، إحنا دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم بمستندات، وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشة معاكم هذا المستند. وبالتالي النادي الأهلي كان مشارك، وحتى باسم مصر طبعا، وحتى لو بصوت أحمد فؤاد أنور، وهو واضع اسم مصر، أو هو الذي صوت باسم مصر في اجتماع الكونجرس الفيفا اللي كان موجود في هولندا علشان كأس العالم. كان صوت مصر دايما صوت أهلاوي في هذا الأمر. بمناسبة المونديال، الفترة الجاية إن شاء الله في كلام كتير جدا وتفاصيل أكتر عن كأس العالم، هنتكلم في كل شيء يخص هذه البطولة في المونديال إن شاء الله. في المونديال اللي جاي عندنا سفير نجم الكبير كابتن علي معلول. علي معلول هيكون بإذن الله مع منتخب تونس في مونديال قطر، نتمنى وندعو له بالتوفيق، ربنا يبعد عنه طبعا الإصابات ويتألق في كأس العالم. تألق علي معلول هو تألق لكل الأهلوية،
العالم كله هيتابع هذه البطولة. علي معلول نموذج رائع للاعب كرة قدم محترف، واحد من اللي اتعلق بيهم جمهور النادي الأهلي بسبب إخلاصه وحبه للكيان. معلول اللي رفض عروض كتيرة جدا وتمسك بجمهور النادي الأهلي. كلنا طبعا هنشجع تونس والفرق العربية، كل الفرق العربية والإفريقية في المونديال، لكن أكيد علي معلول هيكون له تشجيع خاص، حتى مننا كمان هيكون له تشجيع خاص. علي معلول أحد نجومنا الكبار على مدار التاريخ، واللي تميز بروح الفانيلا الحمراء. تقرير عن علي معلول ونرجع مرة أخرى. النهاردة الحقيقة كمان حرص عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي على إجراء اتصالات تليفونية بالدولي التونسي علي معلول لدعمه ومساندته قبل انطلاق نهائيات كأس العالم اللي هتشارك فيها تونس. علي معلول أصبح معشوق كل الأهلوية وواحد من اللي بيصنعوا تاريخ أكتر من رائع الحقيقة في القلعة الحمراء. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نكمل فقراتنا، فقرات البيت الكبير. طبعا تاريخ النادي الأهلي حافل بالبطولات، علشان كده كل يوم عندنا ذكرى مميزة. كمان كم يوم هنحتفل بذكرى القاضية وهدف أفشل رائع، بس امبارح كان في ذكرى مميزة برضو، وبالتحديد يوم السبت 12 نوفمبر 2005 الأهلي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على النجم الساحلي التونسي بثلاثية نظيفة على استاد الكلية الحربية في إياب الدور النهائي لهذه البطولة. طبعا البطولة دي بطولة غالية جدا عليا أنا كمان تحديدا، كان فيها كواليس مهمة ورائعة لكل اللاعبين. محمد أبو تريكة سجل في الدقيقة 19 من الشوط الأول، أسامة حسني سجل الثاني بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني، قبل أن يختتم محمد بركات الأهداف بالثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع ليفوز الأحمر بمجموع 3-0 للمباراتين، ويتأهل للعب في كأس العالم للأندية باليابان للمرة الأولى في تاريخ الأندية المصرية. زي ما حضراتكم شايفين دي الأهداف محمد أبو تريكة. لو ترجع لي هدف محمد أبو تريكة، لأن هدف أبو تريكة تحديدا قبل ما نتكلم عن هدف أسامة، لأن هدف أسامة كان له شكل خاص أو وضع خاص هتكلم مع حضراتكم فيه في وقتها. هدف أبو تريكة إحنا كانت مشكلتنا في الماتش ده تحديدا، وأنا بتكلم معاكم كده أهو، بص الكرة مشيت إزاي، الكرة تحس إن هي طالعة بره، والحارس المرمى بتاع النجم الساحلي كان بالنسبة لنا عقدة. الحارس المرمى كان بالنسبة لنا عقدة كبيرة جدا. واحد من أفضل حراس المرمى اللي موجودين في أفريقيا، وواحد من أفضل حراس المرمى اللي تحس إن هو قافل لك الجون كله، أبو تريكة سبحان الله. بس عشان تعرفوا حضراتكم إن لما دايما بيبقى قلبك على قلب زمايلك وجمهورك معاك ومجلس ادارتك في ظهرك وتبقى الامور كلها ميسره، ابو تريكه لو حوريكم لحضراتكم الجون بعد ما خلص كلامي، ابو تريكه حط وش رجله بالخارجي كده من 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 جنب الكوره، الكوره تحس ان هي طالعه بره وقامت داخله جون تاني. وريها لنا كده سمير، واحنا بس عشان تنزل على السوشيال ميديا الكلام اللي انا بقوله ده مهم جدا. طيب شبه الكوره، بص تحس ان الكوره طالعه بره، الكوره قامت لفه وداخله جون تاني. يعني الناس كلها كانت قلبها على قلب بعض، كل اللاعبين، كل الاداريين، كل المديرين الفنيين، المدير الفني وكل الجهاز الفني بالكامل. بصوا حضراتكم الفرحه كانت عامله ازاي، بصوا حضراتكم الفرحه كانت عامله ازاي. الجون ده بقى ليه بقى، بصوا جوزيه، بصوا حركه جوزيه دلوقتي هيعمل ليه كده، كان مبسوط وبيشاور على الله يرحمه محمد عبد الوهاب. ليه؟ لان جوزيه كان بيقول لنا يا جماعه للباكين، انا ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه، كان بيقول لنا كلمتين، هو انتوا ايه اللي بيخليكم تجروا كل ده؟ تجروا 30 40 متر زياده، بتجروهم ليه؟ ما ترفع من بعيد اوفر والراس حربه عليه ان هو يعملها، اسامه حسني حطها بشكل رائع. في بص الكوره جايه ازاي، الله يرحمه محمد عبد الوهاب كان بيعمل الاوفرات دي بطريقه غير طبيعيه. الاسبوع اللي قبل هذه المباراه كان دايما مانويل جوزيه بيمرني انا وبركات ومحمد عبد الوهاب وجلبرتو وعلى اللعب من بعيد الاوفر ده، عشان كده كان مبسوط جدا وبيشاور بايده وبيشاور لمحمد عبد الوهاب الله يرحمه. ده الجون الثالث، الجون الثالث ده برضه واحد من الاجوان الجميله جدا
انا نزلت في هذه المباراه وبركات طلع من الباك رايت وطلع قدام وهو ما كانش شايف طول المباراه بالمناسبه، وما كانش عايز يلعب في هذا المكان. يعني انا كنت طبعا متضايق جدا ان انا ما بداتش هذه المباراه، فانا كنت لسه نازل ما بقاليش مثلا ربع ساعه ولا تلت ساعه، بركات ضيع جونين وجاب الجون ده، وكان برضو عن طريق مانويل جوزيه كان دايما يقول له لما تطلع قدام خد الكره وحطها في البعيده دايما، او حط ببطن رجلك. مباراه ذكرياتها كتيره جدا جدا، كل واحد في هذه المباراه لو تقدر تتكلم مع كل هؤلاء اللاعبين هتلاقي ان كل واحد فيهم ليه ذكريات جميله جدا. ولكن لو جيت تتكلم على الجمهور هتلاقي ان الجمهور برضو عنده ذكريات، تيشيرتات الاهلي، اللعيبه فين، الجمهور عارفين كويس جدا قيمه تيشيرت النادي الاهلي، وكل واحد فينا كجمهور يعني كان ليه نجم مفضل على مدار التاريخ، وكان كل حلمه ان هو يشتري تيشيرت النادي الاهلي عشانه الاهلي الكيان والتاريخ. عملنا تقرير مميز جدا عن ذكريات الجماهير مع تيشيرت النادي الاهلي، ونفتكر كل واحد اشترى تيشيرت مين. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. قفشه بيتصدر الحقيقه، لكن حاله حب كبير للقلعه الحمراء وذكريات رائعه مع تيشيرتات النجوم. بصراحه احنا الحقيقه كلاعبين لو هرجع لايام ما كنت لاعب يعني، ففعلا بنكون حاسين بهذا الكم الكبير من الحب، كل واحد فينا بيبذل اقصى مجهود عنده علشان يسعد جمهور النادي الاهلي العظيم. لسه الحقيقه مع عشاق النادي الاهلي والاهلاويه في كل مكان، دايما ناجحين ومتالقين وقادرين على التحدي. تقرير من التقارير اللي انا بحبها مع اسلام زكريا، واحد من اخواتنا من ذوي الهمم ونجوم التحدي. تعالوا نشوف اسلام زكريا قال ايه عن النادي الاهلي وحبه عن النادي الاهلي، وبعد هذا التقرير عايز حضراتكم تفضلوا معانا بس شويه، لانه عندي كلام مهم جدا 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 عن عبد الله السعيد. هتكلم مع حضراتكم ولكن نطلع نشوف تقرير اهلاوي من ذوي الهمم ونرجع نكمل. النادي الاهلي بيمثل لي حب من الصغر، وكل حاجه حلوه وفخر وعشق وكيان جميل قوي بالنسبه لي انا كاسلامي، او بالنسبه لكل مشجع اهلاوي. سر عشق من النادي الاهلي ابتدى من والدي، من ساعه ماتش النجم الساحلي اللي غلبنا فيه هنا. ساعتها كان والدي زعلان جدا وانا زعلت بسبب زعله، وفي نفس الوقت في الفتره دي انا كنت بلعب كوره وكده، وكنا في اكاديميه ايزي سبورت. فبعد كده الموضوع اتطور معايا وقطعت خالص مع اني كنت اهلاوي. فاتجهت بقى لسكه التشجيع النادي، يعني لما كنت بلعب اتجهت لسكه تشجيع النادي، وطبعا الحمد لله على كل شيء. طبعا شعور غير اي شعور، بالذات في اي ماتشات تقيله، يعني زي مثلا ماتش يعني ما حصلش وكسبنا، بس ماتش بايرن ميونخ كان فخر ليا ان انا ساعتها النادي الاهلي بتاعي، ان النادي الاهلي يبقى تالت عالم ونعملها مره ثانيه ونبقى تالت عالم على المركز مرتين ورا بعض. غير بطولات افريقيا ثلاث مرتين على التوالي ما حصلناش نصيبه لحد دلوقتي، وخدناها ثلاث مرات على التوالي، بس ان شاء الله هتحصل ونبقى اول نادي في القاره ياخدها. هي حضور المباريات بالنسبه لي للنادي الاهلي بتبقى حاجه اساسيه، يعني هو اليوم ده لازم اروحه، لازم افضي نفسي من اي حاجه، او لازم احضر الماتش لان ده الاهلي، يعني ده مصدر سعادتي في الدنيا. ماتش الاهلي والزمالك بتابعه مع والدي. ماتش اي ماتش تاني لا، بتفرج هنا في النادي. لو ماتش افريقيا وماتشات الدوري بتفرجه مع صحابي، بس قبل اي ماتش افريقيا انا لازم اشغل اغاني من قبلها بيوم وحش الجو قبلها بيوم. لو زمان هنتكلم مع كابتن عماد متعب، كابتن محمد ابو تريكه، كابتن حسام جالي، كابتن اسلام الشاطر، كابتن محمد بركات، وطبعا كابتن عصام الحضري السد العالي بتاعنا. دلوقتي كنادي الاهلي يعني احنا معانا ظاهره طالعه كابتن احمد عبد القادر، ومعانا برونو صبري طبعا ده ظاهره جميله، محمد مجدي قفشه، وحمدي فتحي، وعمرو السولاي، وطبعا ايمن اشرف. طبعا يعني افريقيا السنه دي ضمن افريقيا السنه دي ان شاء الله باسمنا السنه دي، وتحت اي حاجه حصلت لنا السنه اللي فاتت تحت اي ضغوط، لا احنا اكبر فريق في القاره ولازم ناخدها السنه دي باي شكل. والدوري يعني غياب سنتين ده صعب جدا، فلازم يعني بطوله الدوري عام بطولات السنه دي من الكريم. طبعا دايما التقرير ده بيبقى تقرير مميز جدا ومشاعر صادقه. حب الاهلي مش مجرد كلام، دي مشاعر حقيقيه ومن القلب. انا دايما بكون سعيد وانا بشوف ذوي الهمم قد ايه مبسوطين بسبب الاهلي رغم كل الظروف الصعبه اللي هم فيها.
إلا أن الأهلي بيكون سبب في سعادتهم وحبهم للنادي الأهلي، دايما بيكون فخر وشرف لينا كلنا. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل النهاردة في تنس الطاولة عملنا حاجة كويسة جدا جدا هنقول لكم عليها، ولكن بعد هذا الفاصل وبعد برضو هنحاول نجيب تليفون لرئيس جهاز تنس الطاولة ونتكلم معاه شوية، وبعد كده هتكلم معاكم عن موضوع عبد الله السعيد وهو موضوع هام جدا. فاصل ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلونا نروح لكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز التنس الطاوله في النادي الاهلي. يا كابتن اشرف يعني الف مبروك النهارده. الله يبارك فيك. ازيك يا كابتن سلام؟ اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم كله تمام. ربنا يخليك يا كابتن اشرف. كابتن اشرف يعني طبعا النهارده مبروك، اشرح لنا ايه اللي حصل النهارده في سواء فريق ناشئين شباب او بنات. هو طبعا البطوله باديه من يوم 10 ووصلنا النهارده ان احنا نلعب عندنا اربع نهائيات مع الزمالك. نعم. 17 سنه اولاد، 17 سنه بنات، 19 سنه اولاد، 19 سنه بنات. نعم. اللي خلصوا لغايه دلوقتي ثلاث ايفنتات. اوكي. 17 اولاد وبنات و19 بنات. حلو. الحمد لله كسبنا الثلاث نهائيات دول، وبنلعب دلوقتي مع الزمالك في تحت 19 سنه اولاد وكسبانين 2-0. يعني الاهلي اقرب ان شاء الله ان هو ياخد الاربع بطولات ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله. اعتقد جهد كبير جدا يا كابتن اشرف خلال الفتره السابقه الحقيقه، ودايما مسانده مجلس الاداره ومسانده جمهور النادي الاهلي حتى عن طريق حتى السوشيال ميديا. يعني اكيد طبعا يعني وقوف مجلس الاداره بيدعمنا، وكابتن خالد العوضي مدير نشاط رياضي بيدعمه دايما فريق تنس الطاوله على طول. طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا دايما في ظهرنا وبيساندنا وبيشجعنا على طول. ده زائد مجهود الجهاز الفني طبعا، المدربين بتوع الفرق طبعا بينزلوا مجهود كبير جدا، واللعيبه طبعا برضو بينزلوا معانا نفس المجهود، والحمد لله ربنا كللها بان احنا نكسب الاربع بطولات. على فكره حضرتك البطوله دي تعادل بطوله الدوري بس دي للناشئين. يعني دي دوري بس زي الناشئين للناشئين، يعني تعادل بطوله الدوري للدرجه الاولى بس دي للناشئين. اوكي. طيب 17 سنه شباب كانت النتيجه كام؟ 17 سنه اولاد كسبنا الحمد لله 3-2. 3-2. وبنات؟ بنات 3-2 برضه 17 سنه. 19 سنه بنات اللي خلص 19 سنه بنات 3-0. 3-0. وحتى الان في الولاد 2-0. حتى الان بالظبط كده، حتى الان في الولاد 2-0 والماتش الثالث بيتلعب. ربنا يكرمنا دايما على طول كده يا كابتن اشرف، والف الف مبروك، ودايما مفرحينا ومعانا وظهرنا دايما وظهرنا دايما على طول يا كابتن اشرف. شكرا جزيلا الكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاوله بالنادي الاهلي. الف الف مبروك. دايما اي حاجه بتبقى او بنقدر نجيبها لحضراتكم فيما يخص النادي الاهلي بنجيب لحضراتكم كل هذه الامور. مقوله النادي الاهلي بمن حضر مقوله تاريخيه، لازم دايما هذه المقولة تتحط ضمن الأقاويل التاريخية اللي هتفضل عايشة طول عمرنا طول عمرنا. عبد الله السعيد في ثلاث سنوات أو منذ ثلاث سنوات ترك عبد الله السعيد النادي الأهلي في 2019 وحتى 2022. خلال هذه الفترة النادي الأهلي حصل على ستة ألقاب، اثنين أفريقيا اثنين سوبر، ستة ألقاب قارية، اثنين أفريقيا اثنين سوبر، واثنين برونزيه عالم، اثنين قاريه واحده عالميه زي ما حضراتكم شايفين. الاهلي من 2014 وحتى 2019 خد كام بطوله قاريه؟ واحده. بطوله واحده قاريه. عبد الله اللي يسيب الاهلي وما يقدرش جمهوره شكرا. شكرا. في نفس الوقت يجب ان يتحمل زعل الجمهور، لأن الجمهور ده هو اللي بيحطك فوق وهو اللي بينزلك تحت، هو اللي بيطلعك سبع سماء وهو اللي بينزلك سبع أرض. في لعيبة كتيرة جدا مشيت من النادي الأهلي أو اعتزلت. وليد سليمان، لكم في وليد سليمان عظة، لكن رصيدهم عند الجمهور كبير جدا جدا جدا. في لعيبة بتشتري التاريخ، ودول جمهور النادي الأهلي بيخليهم أساطير. وفي لعيبه بتفضل الفلوس، مفيش مشكله، ولكن عليهم الاختيار. اختيارك هو اللي بيخليك تبقى فين، مش اختيارنا احنا او مش اختيار الجمهور.
الشناوي مثلا جاله عروض كتيره جدا ورفضها، بلاش كتيره، عرض على الاقل اللي انا اعرفه واللي انا شفته بعناية، عرض جاله ومش هقول منين، ولكن جاله عرض ورفضه. ديانج جاله كام عرض في الفتره الاخيره ورفضه. كهربا بيحارب وخد عقوبات عشان النادي الاهلي. شادي حسين واحد من الناس اللي النادي الاهلي بيحب، كل جمهور النادي الاهلي بيحبهم لمجرد ان هو حارب لوجوده في النادي الاهلي. محمد مجدي قفشه اللي لسه الولاد الصغيرين كانوا بيقولوا التيشيرت بتاعه ده احنا كان اشتريناه عشان نحط اسم قفشه عليه. محمد مجدي قفشه ده عوقب عشان خاطر النادي الاهلي بانه يلعب مع الناشئين، لو تفتكروا قبل ما يجي النادي الاهلي. اوعوا تنسوا الاسماء دي. الاسماء دي هي اللي بتحارب عشان خاطر النادي الاهلي، او هي اللي بتحب النادي الاهلي. على راي دايما الكابتن خطيب كان دايما يقول كلمه وهي مقوله ذهبيه الحقيقه، هذه المقوله ستوضع من المقولات الذهبيه اللي بتتقال. انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. النجم هو الكيان، النجم هو الشعار. طول ما انت لابس الفانيلا الحمراء انت في نعمه، انت في نعمه. انزل الشارع وشوف هتعرف الفارق ما بين وجودك في النادي الاهلي وعدم وجودك في النادي الاهلي. ده صح، النادي الاهلي بالنسبه لنا هو الصح، بالنسبه لك هنا صح وهنا صح، او الفلوس صح والتاريخ صح، انت اخترت ايه؟ انزل الشارع وهتعرف، هتعرف الفارق ما بين اختيار التاريخ واختيار حاجه تانية. وبيتهيألي اعتقد ان عبد الله عارف. بالمناسبه انا واحد من الناس اللي بتحب تاريخ عبد الله جدا في كره القدم. اعرف قبل بلاش خليني اتكلم بالارقام. مثلا قبل ما عبد الله يجي النادي الاهلي خد كام بطوله؟ ولا بطوله. طيب مع النادي الاهلي 12 بطوله. بعد النادي الاهلي على راي مانويل جوزيه زيرو. يعني قبل وبعد زيرو. نادي الاهلي 12 بطوله. لكن كل واحد من حقه ان هو يختار، اختار اللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه، ومحدش هيقفل لسان حد ومحدش هيقول لسان حد، واحنا ما بتفرقش مين موجود ومين مش موجود، يظل دائما النادي الاهلي هو النجم، اسم النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء، قبل النادي الاهلي حاجه وبعد النادي الاهلي نفس الحاجه تقريبا. لكن اثناء وجودك في النادي الاهلي الوضع مختلف تماما تماما تماما. فلما تيجي دايما اللي انا اعرفه ان لما تخرج من النادي الاهلي تخرج من الباب الكبير، باب الاحترام، حتى لو مش عايز تكمل، باب الاحترام وحب الجمهور. في ناس مشيت من النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي بيحبهم، كل جمهور النادي الاهلي بيحبهم ان هم مشوا من النادي الاهلي، لانه ايه المشكله يا جماعه؟ انا مش هكمل، انا جاي لي عرض اخر من نادي اخر مهما كان اسم النادي. وحصلت، وحصلت، جاي لي عرض اخر بضعف الفلوس، مش عيب على فكره، والله ما عيب، ولكن الاحترام والاخلاق عادي جدا ان انت تقول مفيش، حصلت قبل كده. ايه اللي حصل؟ لكن احنا لا نملك الجمهور ولا نملك ان الجمهور يبقى مش ما بيحبش اللي بيمشي من النادي الاهلي. فهناك من يختار التاريخ وهناك من يختار اشياء اخرى. مش معنى ان انت تختار التاريخ ان انت ما بتاخدش فلوس. مفيش لعيب في النادي الاهلي، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، دائما اي لعيب في النادي الاهلي الحمد لله بياخد من اعلى الاجور السنويه. من اعلى الاجور السنويه، بس عشان محدش يفهم كلامي غلط، وده لازم يبقى كده على فكره، وكلنا مقتنعين بهذا الكلام. طول عمره النادي الاهلي بيدي اكبر عقد سنوي معروفه. حتى لو عن طريق مثلا يجيب لك اعلانات، يجيب لك حاجات اشياء اخرى، كلنا عارفين هذه الامور. فمش معنى ان انا بقول تاريخ ان هو مفيش فلوس، لا طبعا. لكن في النهايه لو حضرتك ما خرجتش من الباب الكبير من النادي الاهلي يبقى لا تلوم الا نفسك. لا تلوم الا نفسك، لان النادي الاهلي شكرا مع السلامه، شكرا ليك الف سلامه، ما حصلش حاجه. فالحقيقه أنا استغربت جدا النهاردة من كلام عبد الله أو من تصريحات عبد الله، لأنها
كل واحد حر يقول اللي هو عايزه، ولكن احنا برضو من حقنا ان احنا نرد وبمنتهى الادب وبمنتهى الاخلاق. طيب خلينا برضو بقى بعد ما خلصنا هذه الكلمة عايزين نرجع مرة اخرى لتنس الطاولة. بطلتنا هنا جودة وهي مصنفة عالمية الحقيقة، وليست مصنفة في مصر فقط او في افريقيا، لكن هي مصنفة عالمية. بطلتنا هنا جودة كسبت النهاردة في هذه البطولة اللي احنا لسه كنا بنتكلم مع كابتن اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة. خلينا نقول لها مبروك، الف مبروك يا هنا. الله يبارك وحضرتك. عاملة ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. كسبتي كام النهاردة؟ احنا نعم؟ انت كسبتي كام النهارده بقول لك؟ الحمد لله لعبت 3 ماتشات، ماتشين في تحت 17 وماتشين تحت 19، الحمد لله كل الماتشات كسبتها 3-0 والحمد لله عشان نكسب في الاخر. الف الف مبروك. يعني ايه الاخبار؟ الدنيا عامله ايه؟ الفرحه عامله ايه؟ مبسوطين ازاي؟ محتاجين ايه برضو نعمله مع حضراتكم خلال الفتره اللي جايه علشان نبقى دايما كاعلام النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي نكون دايما موجودين معاكم يا هنا؟ احنا اكيد مبسوطين جدا ان احنا كسبنا ماتش تحت 19، كان ماشي حلو الحمد لله، يعني نلعب كلنا حلو قوي. ماتش 17 برضو بس كان بقى اصعب بكتير، يعني كسبنا 3-2 اللي هو بالعافيه يعني، بس الحمد لله يعني ربنا سترها ولعبنا وعملنا اللي علينا ولعبنا حلو، والنادي كده كده بيعمل كل حاجه معانا، فصراحه ما نطلبش حاجه اكتر من كده. لا ما تتكسفيش، لو عايزه تطلبي حاجه اطلبي، ما فيش مشكله خالص. والله والله. طب الحمد لله الحمد لله. يعني برضو هنا ارتباط الجمهور بيكي تحديدا ان انت دايما موجوده على السوشيال ميديا كتير، بنشوفك كتير موجوده من خلال قناه الاهلي، موجوده من خلال اعلام النادي الاهلي، فاعتقد ان الارتباط ده بيسبب لك يعني او انت حابه هذا الموضوع بشكل كبير وبيديكي مسؤوليه كبيره جدا خلال الفتره القادمه يا هنا. اكيد ده بيبقى فيه مسؤوليه زياده، بس انا الصراحه ما يعني ما بيبقاش ليا دعوه باي حاجه في السوشيال ميديا، يعني كلها مامتي وكده هما المانجرز وكده، وانا يعني انا بلعب بس. انت بتلعبي بس؟ والله برافو عليكي، حلو قوي الكلمه دي. يعني انت مش انت اللي بتعملي اي حاجه على السوشيال ميديا ولا حاجه، ده والدتك او يعني حد اخر كمان بيبقوا هما المانجرز بتوع الموضوع. ايوه. والله برافو عليكي. تتمرني قد ايه يا هنا كل يوم؟ ودلوقتي حالا تحت 19 سنه اولاد كسبانين 3-0. خلص خلاص ولا لسه؟ كسبوا 3-0 خلاص، المباراه خلصت وانتهت 3-0. خلاص كده يبقى احنا كسبنا البطولتين تحت 17 بنات واولاد وتحت 19 بنات واولاد برضو. ايوه الحمد لله. الف الف مبروك يا هنا، ودايما كده مفرحينا ودايما كده بتبسطونا، الف مبروك يا حبيبتي. ايوه بارك لكل زمايلك. ساره مع حضرتك. اديها لي يلا ساره. ازيك يا ساره؟ اخبارك ايه؟ حضرتك الحمد لله. عامله ايه؟ الف مبروك. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. ميرسي. اخبار الدنيا ايه؟ كسبتي كام النهارده يا ساره؟ الحمد لله احنا كسبنا الماتش كله 3-0 وكسبت ماتش 3-1. هو انت بتلعبي ماتش لوحدك وبعدين بيجمعوا المباريات، اشرحي لنا نظام البطوله ازاي؟ هو البطوله احنا بدانا اول ماتش على طول 16. نعم. تمام، وبعد كده الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب كل الماتشات، والحمد لله ما حدش فينا خسر اي ماتش لحد ما وصلنا لحد النهائي. الحمد لله كسبنا 3-0 برضو، وكلنا الحقيقه الحمد لله كان اداء حلو، اداء مشرف. تلطيش كده كله تلطيش. لا والله الماتشات كانت يعني حضرتك بجد كانت يعني بجد ادينا حلو الحمد لله يعني، والحمد لله دلوقتي يعني حتى لسه في 19 سنه ولاد لسه كسبانين برضه الحمد لله، خدنا اول كل الايفنتات الحمد لله. الف الف مبروك، ويعني دايما كده مبسوطين. عايز تقولي كلمه لجمهور النادي الاهلي اللي بيتفرج عليكي دلوقتي؟ انا بشكر كل المدربين الحقيقه، كابتن اشرف فتاح وكابتن وسام اسماعيل وكابتن هيثم وكابتن فتحي ببارك، كل المدربين حقيقي، وكابتن عادل شومان وكابتن احمد عادل، ان هم الحقيقه بجد تعبوا معانا جدا. يمكن احنا طول الموسم كنا بنتمرن علشان خاطر الفرق، لانها اهم بطوله بالنسبه للناشئين، فرق كانت عندنا الحمد لله يعني ان احنا زوار اخذنا اول، وكان اداء الحمد لله كان كويس جدا. الف بارك لكم النادي الاهلي. الف مبروك يا ساره، الف مبروك. اديني مؤمن بقى برضه ابارك له. الو يا مؤمن، الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك.
الله يبارك في حضرتك، الله يبارك في حضرتك. الحمد لله الحمد لله. سعداء جدا طبعا بالفوز النهارده، وجايب لكم اهو صور جميله جدا، يعني الفرحه، وكسبنا 17 سنه وكسبنا 19 سنه، اعتقد شيء مميز جدا يا مؤمن. الحمد لله والله، في 17 سنه الحمد لله، يعني كل اللعيبه عملت اللي عليها. يعني في الماتش الاخير يعني كسبنا 3-2، بس الحمد لله يعني كسبنا. نعم. 19 سنة الحمد لله كسبنا كل الماتشات 3-0. كسبت كل الماتشات بتاعت 19 و17 3-2. لا، بتاعت 17 آخر ماتش أخذ مننا شوية، بس الحمد لله يعني قدرنا إن إحنا نكسب. كسبنا 3-2. في 19 سنة بقى كسبنا كل الماتشات 3-0. مباريات بقى 17 سنة أصعب ولا 19؟ والله هو ما فيش، يعني هو بالنسبه لنا كان اصعب ماتش اللي هو الزمالك، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا نكسب الماتشين الحمد لله. فبالتالي ما فيش حاجه، كله صعب يعني. الحمد لله، الحمد لله يعني قدرنا نكسب. يعني الحقيقه فخورين بيكوا جدا يا مؤمن، وبانجازات دايما تنس الطاوله خلال الفتره الاخيره، دايما كده مشرفينا ودايما مبسوطين ودايما فرحانين معاكوا يا مؤمن. انا بشكرك جدا والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، شكرا جدا. شكرا جزيلا مؤمن صلاح لاعب النادي الاهلي، كانت اطلاله سريعه جدا على فوز النادي الاهلي ببطوله 17 سنه اولاد وبنات و19 سنه اولاد وبنات في تنس الطاوله. الف الف مبروك. دايما افراح ودايما يعني، بص الصوره، هات لي الصوره مره ثانيه، بص الولاد فرحانين ازاي ومبسوطين ازاي. هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه. هناك من يحارب علشان تاريخه جوه النادي الاهلي، وهناك من يحارب عشان يمشي خارج النادي الاهلي، او عشان بينظر لطموحات اخرى، وبالتالي هو ده الفرق دايما في هذه الصوره اللي احنا شايفينها. خلينا بقى نروح لاخبارنا، عندنا اخبار كتيره النهارده الحقيقه. وقبل بس الاخبار عايز اتكلم مع حضراتكم في حاجه مهمه. النهارده عرفنا ان في ازمه جديده تخص منتخب مصر الاولمبي. كابتن عصام الحضري وهو نجم اسطوري كبير جدا في عالم كره القدم، من ايام عرفنا ان كان في كده ازمه، وتدخل المشرف العام على المنتخب الاولمبي كابتن محمد بركات ما بين روجيرو ميكالي وكابتن عصام الحضري، وانتهت هذه الازمه. ولكن كابتن عصام بما له من اسم كبير تلقى دعوه من الفيفا لحضور كاس العالم مع اساطير المونديال، حقه. بركات الحقيقة طبعا كابتن عصام هو مش ملك نفسه دلوقتي، فهو بيعرض على كابتن محمد بركات المشرف على المنتخب الأولمبي. بركات قرر استطلاع رأي مجلس إدارة الاتحاد. مجلس إدارة الاتحاد وافق، أو بعض منهم وافق، ولكن مع خصم الفترة من الراتب، وبشرط عدم وجود مباريات او معسكرات للمنتخب الاولمبي في الوقت ده، في الشهر اللي هيسافر فيه كابتن عصام الحضري بناء على الدعوه اللي جايه له. ولكن الاغلبيه رفضت تماما هذا الامر، اغلبيه اعضاء مجلس الاداره رفضت تماما سفر كابتن عصام الحضري، وقالوا لهم لا، سيتم تاخير كابتن عصام ما بين الاستمرار في المنتخب الاولمبي او الرحيل. كابتن عصام بيحاول ان هو يضغط على اتحاد كره القدم لانهاء هذه الازمه والسفر لقطر مع الاستمرار في منصبه. كابتن عصام طبعا اسم كبير واسطوره كبيره في عالم حراسه المرمى، وبالتالي مليون في الميه بيجي له دعوه زي دي. وهل بقى هيسافر ولا مش هيسافر، انا بحكي لحضراتكم الموضوع ماشي ازاي خلال الفتره اللي جايه، لان الموضوع ده بقى له يومين ثلاثه كان هناك موضوع آخر، أو كان هناك أزمة أخرى تخص المنتخب الأولمبي وكابتن عصام الحضري كان فيها، ولكن في النهاية انتهت هذه الأزمة بعد تدخل كابتن محمد بركات مع مستر روجيرو ميكالي وكابتن عصام الحضري. أيضا نروح لمنتخبنا الوطني اللي وصل النهاردة للكويت الشقيقة، وكان في استقباله سيادة السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، والأستاذ أحمد أبو المجد مستشار السفارة المصرية بالكويت. منتخبنا هيخوض مباراة مهمة جدا أمام المنتخب البلجيكي، إن شاء الله يظهر فيها بشكل جيد. كمان النهاردة انضم أحمد حجازي وطارق حامد ثنائي اتحاد جدة السعودي لصفوف المنتخب بعد وصولهم من السعودية، وأيضا أحمد حسن كوكا، وأيضا من المقرر أن تكتمل صفوف المنتخب
غدا الاثنين بوصول باقي المحترفين. تجربة مهمة جدا لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، واللي بنتمنى انه يكون قادر ويستغل هذه الوديات عشان منتخب مصر. الحقيقة منتخب مصر عايزينه يعود مرة أخرى لمنصات التتويج ويحصل حاجة جديدة كده من خلال الفترة القادمة مع روي فيتوريا. نطلع نشوف تقرير عن آراء الجماهير في روي فيتوريا ونعرف رأي الناس، هل يكون منتخبنا أو هل يكون روي فيتوريا قادر على قيادة منتخبنا للإنجازات الفترة القادمة ولا لا؟ نطلع نشوف هذا التقرير، رأي الجمهور في روي فيتوريا، ونرجع نكمل. طيب من المنتخب الأول نروح لمنتخب الناشئين، واللي عنده بكرة مباراة مهمة جدا أمام المغرب في الجولة الثالثة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة. منتخبنا خسر من ليبيا وفاز على تونس ويمتلك 3 نقاط في المركز الثالث، بينما تتصدر المغرب برصيد 6 نقاط وليبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما تونس في المركز الأخير دون رصيد. المواجهات المباشرة ستحسم المتأهل من التصفيات في حال تساوي النقاط بين فريقين، وفارق الأهداف هيحسم المتأهل في حال تساوي 3 فرق في النقاط. وأسفر الاجتماع الفني لمنتخب مصر للناشئين ونظيره المغربي عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت والشراب الأسود في المباراة المقرر لها غدا على ملعب الرويب. قطار سيتي ران يجوب المحافظات ويطلق ماراثون الجري بأسوان 25 الجاري بمشاركة نجوم الرياضة. قطار مشروع سيتي ران يواصل صولاته وجولاته في مختلف المحافظات. هذا المشروع الذي أطلقته أندية سيتي كلاب لتشجيع المصريين على ممارسة رياضة الجري في مدن مصر. أكد العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية أن انطلاقة مشروع سيتي رن كانت ناجحة وشهدت مشاركة جيدة اقتربت من 300 مواطن من الجنسين ومختلف الأعمار، مشيرا إلى أن المدن المستضيفة للماراثون ستزداد في عام 2023. ويضيف العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي هذه المبادرة تعكس المبادرة رؤية أندية سيتي كلاب وشركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية في العمل على نشر الوعي بأهمية الرياضة في كل مدن مصر ودفع جميع المصريين لممارسة الرياضة وليس فقط أعضاء أندية سيتي كلاب، إيمانا منها بدورها المجتمعي والرياضي بوصفها شركة وطنية تسخر كل طاقتها وإمكانياتها لبناء الإنسان المصري ودعمه. كل يوم بنعمل لحضراتكم فقرة صنع في الأهلي، صنع في الأهلي النهاردة من 94 حتى 2019 وهو في الأهلي، أكتر من 23 بطولة مع الأهلي، أكتر لاعب حقق بطولات مع النادي الأهلي في كرة اليد، بطولة 34 بطولة مع الأهلي والمنتخب، وشارك في كأس العالم 7 مرات واثنين أولمبياد. بالمناسبة خد بطولة أفريقيا مع الأهلي وبطولة آسيا مع العربي القطري، تاريخ مشرف لنجم كبير ومحترم صنع في الأهلي. نطلع نشوف هذا التقرير، كابتن محمد إبراهيم وصنع في الأهلي، بعد كده فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نستقبل فقرتنا في هذه الليلة. النجم الكبير كابتن خالد جدالة هيكون ضيفنا في البيت الكبير، ولكن بعد كابتن محمد إبراهيم في صنع في الأهلي فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن خالد جدالة في ضيافة البيت الكبير. أنا ابتديت في النادي سنة 94، كانت أول حاجة جيت هنا أكاديمية النادي الأهلي لكرة اليد، ساعتها مرني كابتن سيد أمين، بعد كده كابتن عمرو عطية، وبالمناسبة بيمرن ابني دلوقتي بنفس البداية اللي أنا بدأت بيها. ف مع الناس راجل من الناس اللي هي ليها أثر في كل لعيبة الهاندبول اللي مروا على تاريخ النادي في قطاع الناشئين يعني. ابتديت سنة 94، قعدت في الأكاديمية حوالي 6 شهور أو 7 شهور، بعد كده لعبت في فريق 84، ومن ساعتها بقى أنا في النادي الأهلي الحمد لله يعني. طبعاً علاقة البيت يعني، أنا ممكن أكون قضيت في النادي الأهلي هنا جوه النادي، سواء جوه الصالة أو جوه ملاعب النادي الأهلي أو
او جوه اوض النادي الاهلي او كل حاجه ممكن قضيت فيها معظم عمري يعني. ما افتكرش ان قعدت في البيت نفس الفتره اللي قعدت فيها في النادي. فطبعا النادي بالنسبه لي هو بيتي، سواء كلاعب سواء كمدرب حاليا سواء ما اعرفش ايه بكره ممكن يحصل. النادي الاهلي هو بيتي يعني فعلا بمعنى الكلمه يعني، ان هو صاحب الفضل عليا سواء بعد كده انا دخلت منتخب او في حياتي العامه، ان انا الحمد لله لو حققت اي انجاز او حققت اي حاجه في حياتي هو النادي الاهلي، وبعد ربنا طبعا هو صاحب الفضل عليا. والله انا لحد ما بطلت انا فعلا والله ما كنتش اعرف، بس بعد ما بطلت فوجئت ان في ارقام وفي القاب انا واخدها انا ما كنتش يعني حاسبها او عددها، لكن الحمد لله انا ممكن 23 بطوله او اكتر من 23 بطوله مع النادي الاهلي، وده ريكورد الحمد لله يعني ما حدش عمله لسه لحد دلوقتي في تاريخ الهاندبول في النادي الاهلي. اهم بطوله واصعب بطوله هي كانت بطوله السوبر الافريقي، كانت في المغرب. دي تعتبر من اصعب البطولات واهمها، لان هي كانت اول مره تخش تاريخ النادي الاهلي، هتخش في خزينه النادي الاهلي. كانت بطوله صعبه، فريق الزمالك في التوقيت ده كان فريق تقيل جدا، فمن البطولات المهمه في حياتي ومن النقط الفارقه اللي كانت من البطولات اللي نفسي احققها لاني ما كنتش حققتها. والله الحمد لله يعني انا معروف عني ان انا مقاتل، كنت مقاتل في الملعب وفايتر زي ما بيقولوا. ان شاء الله ده اللي بعمله حاليا في التدريب. انا نسيت خالص انا كنت ايه كلاعب، وبادئ دلوقتي بدايه جديده جدا يعني. مش حاطط دماغي ان انا كنت لعيب منتخب او لعبت في النادي او حققت او عملت، لا انا بادئ التدريب من الصفر وحاطط ده في دماغي علشان اقاتل واوصل لاعلى نقطه انا عاوز احققها في التدريب زي ما عملت وانا لعيب. فطبعا طموحي هنا في النادي ملوش حدود، وفي الكارير بتاعي حتى ملوش حدود يعني. انا بحلم ان في يوم من الايام امسك فرقه من اوروبا يعني، غير ان انا طبعا طموحي ان انا امسك النادي الاهلي ومنتخب مصر، لكن ليه لا ما امسكش فرقه من اوروبا يعني. انا شايف ان احنا حاليا كهاندبول كمجتمع هاندبول احنا من الناس المصنفين عالميا كلاعيبه، فليه لا كمان ما نبقاش مدربين مصنفين عالميا. فانا طموحي ملوش حدود، واللي عايز يوصل لطموحه لازم يشتغل، وانا ان شاء الله بعمل ده من دلوقتي يعني. طبعا يعني جمهور النادي الاهلي ده زي ما قلت النادي الاهلي فضله عليا، هو طبعا جمهور النادي الاهلي هو النادي الاهلي، طبعا فضلهم عليا وعلى اي لعيب او اي شخص موجود جوه كيان النادي الاهلي هو الاساس يعني. الرياضه بتلعب عشان الجماهير، فطبعا بشكرهم من كل قلبي ان هم كانوا دايما داعم ليا في مسيرتي كلاعب، واتمنى ان هم برضو يفضلوا داعمين لينا للنادي وليا كشخص كمدرب. بشكرهم طبعا وبكملهم كل حب وكل احترام، لان هم الغذاء بتاع الرياضه او الاساس بتاع الرياضه يعني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن خالد جدار. ازيك كابتن خالد؟ كابتن اسلام ازيك؟ منور بيك، سعداء جدا بوجودك معانا. ده انا اللي سعيد بيك جدا، دايما بنبقى سعداء بوجود حضرتك معانا وكل جمهور النادي. الله يخليك يا اسلام، شكرا. خلينا نطلع نبدا بتقرير عن كابتن خالد ونرجع نكمل بقى. يعد خالد جدالله واحدا من النجوم التي لم ولن تنساها جماهير الكرة المصرية بشكل عام والأهلي بشكل خاص، لما تميز به من قدرات ومهارات فنية رائعة وسط جيل كان بارعا في كل شيء. ترك المستطيل الأخضر كلاعب، لكنه ظل نجما لا ينسى بسبب أدائه العالي ومهاراته وأهدافه التي ستظل خالدة لزمن جميل افتقدناه كثيرا. بدأ خالد جدالله مشواره مع القلعة الحمراء عام 1975، وخاض أول مباراة رسمية له عام 1977، وكانت أمام المصري، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، ليحجز مكانا في التشكيلة الأساسية لمارد الجزيرة حتى أعلن اعتزال كرة القدم عام 1989. حقق خالد جدالله خلال تلك الفترة أكثر من 20 بطولة مع النادي الأهلي بجانب إحرازه 87 هدفا. بدأ خالد جدالله مشواره التدريبي في مدرسة الكرة بالنادي الأهلي، وتدرج في قيادة فرق الناشئين، وكذلك كنائب لمدير الأكاديميات ونائب ومدير لقطاع الناشئين بالأهلي، وحقق معه العديد من البطولات بجانب الحصول على بطولة الإمارات العربية مع القلعة الحمراء، وحصد أيضا بطولة المملكة العربية السعودية للناشئين مع نادي الاتفاق السعودي عندما كان مديرا فنيا للفريق. وعلى مستوى المنتخبات الوطنية تولى خالد جدالله منصب المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة في تصفيات كأس العالم، والمدرب العام للمنتخب الأولمبي مع الألماني زيجي هيلد، كما تولى من قبل تدريب كثير من الأندية منها الاتفاق والوحدة السعوديان وبنياس الإماراتية.
يمتلك خالد جدلة سيرة ذاتية قوية في علم التدريب، حيث حصل على شهادة جامعة لايبزيغ بألمانيا الغربية، وأيضا شهادة من الاتحاد الألماني لكرة القدم لتدريب الفرق القومية بجانب دبلوم من الاتحاد الدولي في كرة القدم، وحصل أيضا على شهادة من الأكاديمية الرياضية برومانيا بخلاف الرخص التدريبية من الاتحاد الإفريقي. خالد جدلة اللاعب الرائع والمدرب الكبير والإنسان الخلوق، وقبل كل ذلك ابن الأهلي الوفي المخلص العاشق لهذا الكيان. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن خالد، يعني طبعا خليني أبدأ بقى مع حضرتك النهاردة بكلامنا عن النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة قبل ما نتكلم عن المنتخب، هنتكلم في كل الملفات الرياضية طبعا، ولكن بداية مع النادي الأهلي، كيف يمكن أن يستفيد النادي الأهلي من فترة الراحة اللي قد تكون طويلة شوية وضد مصلحة النادي الأهلي؟ لأنه دايما بنسمع من حضراتكم وأنتم بتتكلموا دايما أنه طول ما أنت بتكسب عايز تفضل تلعب يعني. طبعا زي ما احنا بنقول في لغة الكورة، المكسب بيجيب مكسب. فاستمرارية المباريات وأنت بتكسب دي حاجة مهمة جدا بالنسبة كانت للنادي الأهلي، ولكن دايما النادي الأهلي بيعرف يتعامل مع كل المواقف. يعني فعلا فترة الراحة هتبقى طويلة، ولكن عندنا مدير فني على مستوى عالي، خبرة كبيرة، هيعرف يتعامل ويستفيد بشكل كبير جدا من هذه الفترة الطويلة بتاعة الراحة، من ناحية استشفاء اللعيبة المصابة، علاج اللاعبين المصابين، اللعيبة برضو اللي هي بدنيا وفنيا وخططيا عايزة شغل، عايزة شوية شغل زيادة، هيبتدي يشتغل معاهم على أساس أنه هو يتلافى للسلبيات اللي موجودة، ويبتدي بقى مسابقة الدوري لما ترجع بإذن الله بشكل يكون على مستوى كبير يعني. طيب، من وجهة نظرك إلى أي مدى وصل مستر كولر حتى الآن لقناعاته الفنية؟ لا، وصل لمرحلة كبيرة يعني في الفترة القصيرة دي، من خلال النتائج وعروض النادي الأهلي، النتائج الحمد لله الكويسة، وصل لمرحلة ممتازة، وقدر ان هو يحط بصمته على اداء اللاعبين على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. ودي نقطة مهمة جدا، وباذن الله اللي جاي احسن. يعني هو يبشر ان باذن الله المباريات القادمة والنتائج والبطولات هترجع باذن الله تاني للنادي الأهلي. هناك قوة هجومية تشوفها قد تكون واضحة مع مارسيل كولر، أيضا هناك صلابة دفاعية، كيف يمكن من وجهة نظرك أو كيف فعل مارسيل كولر أو كيف وازن مارسيل كولر ما بين هذا الأمر وهذا الأمر؟ هي كابتن إسلام الكرة الحديثة دلوقتي يعني شقين، وأنت معاك الكرة وأنت معكش الكرة. مظبوط. وأنت معاك كرة إزاي بتبقى فعال هجوميا ويكون في كثافة هجومية ويكون في خطورة على مرمى الفريق المنافس، وده اللي عمله مستر كولر. وفي نفس الوقت لما الكرة بتتقطع منك ازاي بترتد للدفاع بشكل سريع وتقدر ان انت تدافع بشكل حديث. يعني دلوقتي كرة القدم الحديثة حتى في اسلوب النواحي الدفاعية بيبقى ليها شكل، والحمد لله هو ابتدى يحط بصمته على النادي الاهلي في النواحي الهجومية والدفاعية. ايه الفارق يا كابتن ما بين النواحي الدفاعية تحديدا وزمان ودلوقتي؟ لا، دلوقتي اول حاجة لازم تكون تحت الكرة. يعني دي ما كانتش موجوده زمان على ايامنا احنا. لا، انت كنت بتدافع ممكن في كل مساحات، في الجزء بتاعك او في كل مساحات الملعب. أوكي. انما دلوقتي انت لازم تكون تحت الكوره، لازم يكون هناك تقارب ما بين الثلاث خطوط بتوع الفريق بتاعك، سواء المهاجمين او وسط الملعب او المدافعين. الطرق الدفاعيه دلوقتي ما بتتبنيش على المدافعين بس، لا، دلوقتي بتتبني على لاعبي خط الوسط وحتى المهاجمين. يعني وانت في حاله الدفاع بتبتدي الحاله الدفاعيه من راس الحربه بتاعك، وبعدين خط الوسط وبيليه خط الدفاع. هل ده معناه يا كابتن ان راس الحربه لازم يكون بيدافع كويس؟ راس الحربه تحديدا لازم سترايكر. لازم بالذات مثلا تقدر تستخدمه في الكرات الثابته اللي عليك، في القرانر ازاي بيرجع، ازاي بيلعب بدماغه كويس، ازاي ان هو ما بيخليش حد من الاثنين المساكين يقدروا يتقدموا عليك. بتبقى دي مسؤوليته الدفاعيه بالشكل في الحدود دي، ازاي ان هو يبقى ملتزم، مش اكتر من كده يعني. مش اكتر من كده، مش هيلعب مثلا مدافع. صحيح. لا، ولكن بمجرد بقى قطع الكوره ازاي بينطلق للامام ويتحول من الدفاع للهجوم. كابتن، برضو عايز حضرتك تقول للناس ايه الفارق ما بين، او جمهور النادي الاهلي تقول لهم ايه الفارق ما بين يعني ايه خطة اللعب وطريقة اللعب، يعني الناس فاهمة ان دول حاجة واحدة. لا، هي مش حاجة واحدة. سؤال على فكرة احييك عليه، لان فعلا الناس بتتلخبط ما بين خطة اللعب وطريقة اللعب. طرق اللعب اللي هي الطرق اللي هي المعروفة عالميا، وبرضو طرق اللعب هو كرة القدم هو علم وليس ما فيهوش اجتهادات في الاراء، يعني في بعض الحاجات.
فبالنسبة لطرق اللعب، طرق اللعب العالمية المتعارف عليها في علم كرة القدم هي معروفة، اللي هي مثلا 4-4-2، 4-2-3-1، 4-3-2-1، 4-3-3 كان قبل كده بشوية، و3-4-3 قبل كده بشوية كان 5-3-2، وبتتحول ممكن تبقى 3-5-2. فدي طرق اللعب. الخطط اللعب بقى ازاي، بقى خطط اللعب اللي هي استراتيجية المباراة، خطة اللعب ازاي انت مثلا هتلعب مباراة بتضغط على الفريق المنافس من نص ملعبه، دي خطة لعب الضغط المتقدم، استراتيجية لعب في هذه المباراة بالظبط على حسب قوة المنافس وعلى حسب الخطة اللي بيتبعها كل مدير فني حسب كل مباراة وقوتها. يعني ممكن جدا زي ما حضرتك بتقول كده في مباراة من المباريات هضغط من قدام، مباراة تانية ارجع ورا من نص ملعب اللي هي 4-2-3-1 بالظبط نفس الطريقة، ولكن خطة اللعب هنا بتختلف، ان انا بضغط من قدام من التلت القداماني بتاع الفريق المنافس، ممكن بلعب زون من نص ملعبي وبعدين ببتدي اضغط لما الكره بتيجي في نص ملعبي. أوكي. ممكن خطه من خطط اللعب ازاي ان انا ممكن العب على مصيده التسلل. أوكي. دي كلها مش طرق لعب، دي خطط اللعب اللي هي الاستراتيجيه كل مباراه بالظبط، كيفيه التعامل مع كل مباراه على حسب قوه الفريق اللي انت بتلعبه. وفي الغالب يا كابتن المدير الفني هو اللي بيضع طبعا هذه الاستراتيجيه بتاعت كل مباراه، ولكن اقصد انه هل هو بيفكر في استراتيجيه المباراه على حسب اللاعبين اللي عنده وقوه الفريق اللي قدامه، ولا ان هو يعني ايه انا هلعب بطريقه واحده او كل مبارياتي؟ كل مباراه على حد، على حسب قوه الفريق المنافس، امكانيات اللعيبه اللي انت بتلعب قدامها، وفي نفس الوقت امكانيات اللعيبه بتاعتك. انا يمكن يعني لازم اذكر الله يرحمه كابتن جوهري. كابتن جوهري في 82 و83 و84 كان بيحكي لنا الماتشات قبل ما نلعبها، يعني مثلا نروح نلعب الاسماعيلي في الاسماعيليه، في محاضره الماتش من قبلها بيومين بالظبط. ويمكن كان بس دي كانت بتبقى بطيخه. لا مش يعني بطيخة. ايه بطيخه يعني يعني بس الناس بطيخه دي كان دايما يقولوا لنا كده يعني هي بطيخه. لا هي بتبقى موهبه دي، الحته دي ما بيوصلش ليها غير المدير الفني او المدرب الموهوب، لان انا برضو من وجهه نظري ان التدريب موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى. زي لعيب الكوره اللي عنده موهبه وعنده حلول، برضو في مدربين اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهم موهبه بيديهم الحلول الكتيره جدا، بس بيبقى فيها بعض التوفيق برضو يا كابتن بنسبه قليله، يعني ممكن نقول مثلا بنسبه 30% توفيق، بس 70% بتبقى الامور كلها محطوطه في نطاقها المظبوط. فكان الكابتن جوهري الله يرحمه هو اللي بيشرح الخطه، كان بيحكي لنا الماتش قبل ما نلعبه. يعني مثلا كابتن جوهري، انا بالنسبه لي كنت انا لعيب خط وسط، انا النواحي الدفاعيه عندي ما كانتش كويسه، يعني انا راجل بلاي ميكر، صانع لعب بالنسبه للفرقه، بشوط كويس، بقدر اجيب اجوان، بقدر اصنع اهداف. فطبعا لما كنت بستنفذ مجهودي في النواحي الدفاعيه بشكل كبير جدا كانت بتاثر عليا في الحاجات الثانيه. المدرب الوحيد، اتمرنت مع مدربين كتير على فكره سواء اجانب او مصريين في الفتره اللي لعبت فيها، يعني المدرب الوحيد اللي كان يقول لي يا خالد ما تمسكش حد، انت هتتمسك. يعني ما كانش بيكلفني باي واجبات دفاعيه على اساس يخليني كل مجهودي يطلع في النواحي الهجوميه وصناعه اللعب بالنسبه للفريق. فده برضو فكر ودي رؤيه. هل ده موجود دلوقتي؟ بمعنى هل يعني معلش هو كل شويه حضرتك بتفتح لنا سؤال. اتفضل. يعني هل دلوقتي مثلا انا اقدر اقول للبلاي ميكر اللي بيلعب في الاهلي قفشه برونو بتاع ما تمسكش او ما ترجعش وخليك واقف هو هيجي يمسكك؟ في ماتشات دلوقتي، في ماتشات معينه كتيره ممكن والله. يعني قفشه ما في ماتشات معينه يعني كل النادي الاقل خطوره يعني ممكن ما تكلفوش باي واجبات دفاعيه بالنسبه يعلق قدام، مش يعلق حكايه انه يعلق قدام، يتحرك براحته ويتحرك، لان هو اي صانع لعب بتبقى اي حد بيقطع الكوره في الفرقه بيدور عليه عشان يديله الكوره. صحيح. فازاي هو بقى يوفر مجهوده في النواحي، ازاي يصنع اللعب، ازاي يبتدي يتحرك لقدام، ازاي يهاجم، دي في الماتشات اللي انت بتبقى يعني اليد العليا انت احسن فيها. ولكن في الماتشات اللي بيبقى فيها يعني 50-50 لا يعني. ممكن ان انت في الوقت دون اللي ما بيملكش النواحي الدفاعية بشكل كويس ممكن يقعد ويستفيد بيه في بعض من الوقت كشوط أو فترة من الشوط التاني. حضرتك مع الرأي ده يعني؟ طبعا. إن لو مش هتدافع كويس يبقى اقعد دلوقتي في كده بعض المباريات. الكورة دلوقتي كده يعني لازم دافع كويس
وتهاجم كويس الاثنين. ولكن في الماتشات زي ما قلنا اللي انت بتلعب فرق اقل منك في المستوى وفي الامكانيات، ممكن ان انت تلعب الناس اللي هي ما بيبقاش عندها الحته الدفاعيه بشكل كبير. حلو جدا. لكن بنسب كام؟ خلينا في الجزء الامامي. ايوه. بنسب كام يا كابتن يبقى بيدافع كويس وبيهاجم كويس؟ 70-30 يهاجم 70 30 دفاع. والله؟ اه طبعا. ويعني بالنسبه للعيبه النادي على مستوى الدوري المحلي، لا الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يمشي في كل الماتشات بالنسبه لعيبه النادي الاهلي في كل الماتشات. يعني ممكن بالنسبه للبلاي ميكر، انا بتكلم على لاعب اللي هو صانع اللعب في وسط الملعب. يعني زي افشه برونو بالظبط كده. بالظبط كده. فانت ما يعني لما تاخد منه 30% دفاعيا و70% في النواحي الهجوميه، يعني نسبه كويسه. جدا. ده يبقى هاي طبعا. يعني دايما في الطبيعي كان يقول لك ايه او البلاي ميكر علق قدام. قدام دي معناها ان 80 90 اكتر كمان. ايوه. لا دلوقتي 70 30 ليه؟ لان الاثنين الديفندرين اللي في نص الملعب لاعبي الوسط المدافعين انت بتطلب منهم العكس بقى، 70% دفاعيا و30% او 20% هجوميا. فده بيعوض ده. طيب هل المدرسه السويسريه تحديدا مناسبه لهذا الامر؟ يعني هل ده حضرتك بتشوفه موجود في مستر مارسيل كولر؟ شايفه طبعا. وزي ما قلت لك كابتن اسلام بصماته وضحت في البدايات. واي مدير فني كويس من البدايات دايما بتبقى مهمه جدا. هو قدر يبتدي مع الفرقه بشكل كويس جدا من ناحيه الاداء ومن ناحيه النتائج ومن ناحيه المستوى الفردي، تحسن المستوى الفردي بالنسبه لبعض اللاعبين. طيب. كريم فؤاد مثلا، يعني كريم مهمة فؤاد مهمه جدا. هنكمل كلامنا مع كابتن خالد، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير مع جمهور النادي الأهلي عن كابتن خالد جدلة، وبعد كده نرجع نشوف رأيه أيضا في التميز الفردي لبعض اللاعبين منهم كريم فؤاد. وطبعا هنسأله السؤال المعتاد، هو كريم فؤاد إيه رأيك في عدم اختيار كريم في منتخبنا الوطني؟ نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. كابتن خالد جدلة ده حاجة يعني ما حصلتش وما تكررتش وما فيش حد شابه، وفي ناس كتير جم في نص الملعب هايلين، بس خالد جدلة كان له طعم تاني خالص. خالد جدلة ده في ماتش من الماتشات جاب جون، اعتقد كنا كسبانين 5-1، كان في السكة الحديد، جون حاجة يعني مش عايز اقولك حاجة رائعة. كان دماغه برضه جميلة، الراجل كان مايسترو في نص الملعب. كابتن خالد جدلة طبعا كان من احسن لاعبي خط الوسط في النادي الاهلي، وكان ليه تمريرات دقيقة جدا وساهم كتير أو في تحقيق بطولات للنادي الأهلي، وكان دايما يمتاز بالخلق الرفيع واللعب النظيف. وحقيقة احنا بنتذكره دايما لما واحنا بنفتقده هذه الأيام، لأن ما فيش لعيب بهذه الموهبة حتى الآن. كابتن خالد جدلة من أحسن لاعيبة لعبت في خط النص في مصر، وكان بيملك بين الباصات الجميلة جدا والشوت كان شويت جدا. يعني أنا فاكر له ماتش المصري لما فزنا بالكاس جاب الجون الثالث من أحلى الأجوان اللي جابها خالد جدلة. كابتن خالد جدلة تاريخ كبير ومن اللعيبة اللي ليها اسم كويس في خط النص، وكان الحقيقة بيتميز عن كل اللعيبة إن هو بيشوت كويس وبيصوب كويس برجليه الاثنين، وجاب اهداف كتير للنادي الاهلي برجله، وده اللي احنا بنفتقده دلوقتي. كابتن خالد جدلة طبعا غني عن التعريف واحسن لعيب خط وسط انا اتفرجت عليه في الثمانينات، واحنا مفتقدين شوطه دلوقتي في الاجيال الحاليه يعني، وربنا يوفقه كده ان شاء الله. الكابتن خالد جدلة من افضل نجوم بتاع النادي، من افضل نجوم النادي الاهلي، وكل اللي افتكره له اهدافه الكتيره، بس افضل هدف ليه اللي جابه في الزمالك. ماتشات الزمالك بتعلم مع الناس برضه. طبعا. ماتشات اهلي وزمالك دايما ديربي، بتعلم طبعا مع الناس. من اصعب الماتشات اللي حضرتك لعبتها اهلي وزمالك يا كابتن؟ والله انا كل الماتشات اللي لعبتها ما كانتش صعبه يعني الحمد لله. يعني بتبقى ماتشات مفتوحه. بتبقى حلوه بالنسبة واللي بيبقى كويس هو بتلاقيه، فاحنا الحمد لله حتى في ايامنا يعني يمكن كانت الغلبه لينا في معظم الماتشات يعني. اهلي وزمالك. وانا لعبت اصلي كمان سني صغير، يعني لعبت قدام نادي الزمالك كان كابتن حسن شحاته، فاروق جعفر، محمود الخواجه، يعني ناس. لان انا لعبت صغير يعني. يمكن اول ماتش ليا مع الدرجه الاولى كان عندي 18 سنه ونص. كانت العلاقات ما بينكم عامله ازاي بقى يا كابتن؟ اهلي وزمالك كانت يعني جميله جدا. لا ما كانش فيه، كان يمكن خلال الماتش بس بيبقى كل واحد عايز طبعاً. عايز يكسب طبيعي. وعايز بتكلم قبل وما بعد. لا كانت يعني الامور كانت حلوه جدا،
أخوية والناس كلها أخوات بره الملعب، هو بس التنافس شريف داخل الملعب، وبعد ما بيخلص الماتش كان كلنا أصحاب. يعني اللي أنا أعرفه عن هذا الجيل، ومش هذا الجيل فقط ولكن أجيال لغاية دلوقتي الحقيقة، ده بيحصل إن دايما بيكونوا قريبين من بعض في أمور كثيرة جدا، لعيبة الأهلي ولعيبة الزمالك تحديدا يعني. جدا جدا يعني وأكتر ناس صحاب كانت في الوقت ده تلاقيها من الأهلي ومن الزمالك. يعني خروجات كتيرة كانت تجمع ما بين لعيبة النادي الأهلي ولعيبة نادي الزمالك على طول مع بعض، سواء عندنا في النادي كان بيقولنا زيارات وبنقعد وبنتكلم. في بعض الأحيان كنا نروح نادي الزمالك ولكن برضو مش أوقات كتيرة، ولكن الجو كان غير دلوقتي، ما كانش فيه تعصب. إيه الفارق دلوقتي؟ لا دلوقتي العملية فيه تعصب، في يعني تحس إن الناس مشدودة، كل واحد عايز النادي بتاعه يبقى أحسن ويتكلم وحش على النادي التاني، وهي دي اللي موجودة دلوقتي. زمان كان كل جمهور بيحب النادي بتاعه يبقى الأحسن وان هو اللي يكسب، ولكن دون التعرض او الكلام بشكل وحش على النادي المنافس. كانت بتبقى فيها المناوشات اللطيفه الا الحاجات اللي احنا عارفينها كلها في الملعب، يعني في الملعب، انما مفيش تجاوز. السوشيال ميديا فرق اعتقد جد. ما كانش فيه بقى ساعتها سوشيال ميديا ولا حاجه، فكانت الامور هاديه. وكانت يا دوبك وقت التلفزيون واذاعه الماتشات وبتاع. كان فيه يمكن برنامج واحد بس هو اللي بيطلع مثلا بعد الماتش، لكن دلوقتي في 100,000 برنامج. يا خبر ابيض. ده دلوقتي كل حاجه بقى راديو وتلفزيون وكل حاجه. طيب حضرتك تابعت اكيد مستوى كريم فؤاد، بما ان حضرتك كنت بتتكلم عن التميز الفردي لبعض اللاعبين من خلال تمرينهم مع مارسيل كولر، شفت تميز كريم فؤاد ازاي الفترة اللي فاتت؟ لا بصراحة كريم مفاجأة، يعني مفاجأة بالنسبة لي، لأن في تحسن واضح جدا ما بين أدائه مثلا السنة اللي فاتت وبين أدائه السنة دي. وده نجاح المدير الفني. نجاح المدير الفني ما بيبقاش على المستوى النتائج بس، لا على مستوى النتائج ومستوى الجماعي بالنسبة للفريق والمستوى الفردي بتاع كل واحد، وازاي يطلع أحسن حاجة من كل لعيب. وهو ده اللي عمله مستر كولر مع كريم فؤاد، هو طلع احسن ما عند كريم فؤاد اللي احنا ما كناش شايفينه، ومتهيألي هو برضو كريم ما كانش شايفه في نفسه. كريم وعدم اختيار، طبعا اختيارات المنتخب وجهه نظر، هو حر يعني، كل مدير فني وله الحريه، ولكن هذا التألق الواضح يعني كريم كان اللي يمكن الافضل خلال الثلاث اربع ماتشات اللي اتلعبوا في الدوري العام المصري الاخضر. مش كلام الاهلاويه واسلام بس، ولكن ده كلام كل المحللين والخبراء في كره القدم. من وجهه نظرك عدم اختيار كريم فؤاد ليه؟ من وجهه نظرك مش من وجهه نظر فيتوريا. من وجهه نظري عدم اختياره، لا بالنسبه لي يعني كان مفاجاه، كان لازم يروح كريم يعني. وجهه نظري كان لازم يروح، لان هو متالق بشكل كبير جدا، والمفروض اي لعيب يتالق في نادي لازم منتخب مصر يضم. يعني بغض النظر اهلي زمالك في اي نادي. فكانت بالنسبه لي غريبه ان كريم ما يروحش، ولكن في نفس الوقت هي وجهه نظر مدير فني. رؤيته ممكن يقول لك هو مستنيه يبقى في استمراريه شويه في التالق، بحيث ان هو ياخده ما يبقاش مثلا من 3-4 ماتشات. ولكن يا كابتن الاقرب اللي اتقال عارف ايه؟ اتقال ان هو بيلعب يعني المكان اللي تالق فيه اللي هو بيلعب فيه محمد صلاح. مش شرط. طيب وايه المشكله لما يبقى محمد صلاح وحد تاني كويس؟ يعني مش حكايه لا محمد، يعني هو محمد الناحيه الثانيه معاه مرموش ومعاه زيزو ومعاه كذا حد، ده يعني ممكن وجود كريم فؤاد يخلي الناس دي تشد حيلها شويه كمان يعني. يبقى في منافسه، يبقى يعني ايه المشكله ان يبقى موجود محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه وكريم فؤاد؟ وكريم ممكن ما يلعبش، الناس الثانيه تلعب، ولكن هيخلي يعني بيبقى يعني بيرسي مبدا التكافؤ، ان انت لعيب ظهر بشكل كويس مع نادي وتالق، ان انا باخده منتخب مصر، دي مهمه جدا. طيب من وجه ارجع لنادي الاهلي مره اخرى، ان السيجمنت الاخير هيكون هنتكلم فيه عن منتخبنا الوطني ومباراته الوديه امام منتخب بلجيكا. من وجهه نظرك يا كابتن، هل النادي الاهلي يحتاج الى اي تدعيمات خلال الفترة القادمة، والمراكز اللي من وجهة نظرك ممكن النادي الأهلي ينظر لها خلال الفترة القادمة؟ يعني أنا من وجهة نظري النادي الأهلي محتاج رأس حربة تمام تاني. يكون موجود برضو، يبقى تدعيم للخط الأمامي، وبرضو في حراسة المرمى برضو يعني متهيألي إن هو محتاج حارس مرمى يدعم، حارس مرمى مع الموجودين ورأس حربة مع اللي موجودين، مع حراس المرمى اللي موجودين. هو في الحاله دي يا كابتن يقول لك مش شايف ان هو كتير هيبقى كتير يعني. راس حربه انت عندك شريف وشادي وحسام
وممكن كمان يلعب برونو، ممكن يلعب هو راس حربة مختلف في المواصفات عن اللي موجودين. اتفضل. مختلف في المواصفات عن اللي موجودين. يعني يكون في سمات ومميزات ما تكونش موجوده عند الناس اللي موجوده. يعني كل الاسامي اللي انت قلتها طبعا لعيبه كبيره واضافات مهمه جدا لعيبه النادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي من وجهه نظري محتاج راس حربه بمواصفات مش موجوده عند الناس اللي موجوده اللي بتلعب دلوقتي. يعني من ناحيه اللي هي التكوين الجسماني، السرعه، تكون محطه قوي جسمانيا. راس حربه اللي هو قوي جسمانيا، سرعه، يكون محطه بالنسبه لان انت عندك، احنا عندنا في النادي الاهلي عندنا لعيبه كتيره قوي كويسه بتيجي من تحت من نص الملعب، محتاجين حد يقف عليه بالظبط كده، اللي هو المثال اللي هو عماد متعب مثلا بالظبط، او يعني يمكن عمرو زكي مثلا بالظبط، يعني النوعيه بتاعت بالظبط كده بتاعت عمرو زكي. يعني النوعيه بتاعت عمرو زكي، التكوين الجسماني قوي، ازاي يبقى محطه تقدر تسند عليه عشان الناس لعيبه الكوره الكويسين قوي يجوا من تحت اللي هم موجودين في خط نص النادي الاهلي يبقى انتاجهم يزيد. طب من ناحيه الشمال، هل حضرتك شايف ان لازم يبقى في حد مع علي ومحمد في ظل وجود مثلا محمد اشرف ناشئ وفي ظل وجود ايمن اشرف برضو؟ لا، يعني في الحته محمد اشرف ناشئ مستقبله جاي باذن الله، كل ما هيلعب هيبقى كويس. علي معلول موجود، ايمن اشرف موجود، فتلاته في الحته دي متهيألي برضو كفايه، يعني مش محتاجين في الحته دي تدعيمات تانية يعني. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى هنرجع نتكلم عن منتخبنا الوطني منتخب مصر ومباراته الهامه جدا مع منتخب بلجيكا، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خالد، اولا من وجهه نظرك شفت القايمه بتاعت منتخبنا الوطني ازاي، او اختيارات روي فيتوريا بالكامل بقى قولها ازاي؟ اختيارات انا يعني اتمنى تكون موفقه يعني، بس ايوه يعني هو من الواضح ان هو ضامن ناس كتيره جديده، هو برضو ليه يعني ودي اختياراته، ومن حقه يختار طبعا اي عنصر من العناصر اللي موجوده. فانا شايف ان هو في عناصر جديده ملهاش خبره دوليه بشكل كبير، هو مختارها على اساس ان هو بيامل ان هم يادوا بشكل كويس. نتمنى طبعا التوفيق لكل لاعبتنا، ونتمنى للتوفيق باذن الله في التجربه امام بلجيكا، لان ماتش طبعا مش سهل وماتش صعب، وهو بعد الماتش ده هيقدر يحط ايديه على كل السلبيات والايجابيات بتاعت اللعيبه بتاعتنا. برضه يا كابتن خالد، يعني مين اللعيب اللي كان ممكن حضرتك شايفه مناسب لوجوده في المنتخب خلال الفتره دي هو ما اختاروش؟ هو كريم فؤاد، يعني برضو نمره واحد كريم. طبعا في حد تاني غير كريم من وجهه نظر حضرتك؟ لا يعني تقريبا لا، بس هو من العدل ان اي لعيب يثبت نفسه ويتالق لازم يتاخد. يعني بيبقى وضع مش طبيعي هو ما اتاخدش ليه، ومش عذر ان هو بيلعب في مكان مثلا فيه تريزيجيه او محمد صلاح او مرموش، لا هو اجاد كان لازم ياخده، لان دي بتدي حتى امل لكل اللعيبه ان هي تجتهد من خلال الماتشات مع النادي بتاعها على اساس ان هي تروح المنتخب. فهو يمكن كريم فؤاد هو اللعيب اللي كان لازم يكون موجود. طيب مباراة قوية الحقيقة، مباراة منتخب بلجيكا، رؤيتك الفنية بقى لهذه المباراة ازاي؟ لا بلجيكا من اقوى يعني انا متهيألي طبعا، وبعدين فرقة جامدة جدا عندها لعيبة على مستوى عالي جدا، من احسن اللعيبة اللي موجودة في العالم، هتبقى تجربة قوية جدا بالنسبة لنا، وهيبقى مقياس حقيقي للعيبة تقيس إمكانياتها. صحيح. بالنسبة لإمكانيات اللعيبة اللي هي على مستوى عالي، دي بروين، وعندهم لعيبة من أحسن لعيبة في العالم. صحيح. وبعدين مصنفين إن هم يعني تاني تصنيف، وأنا برضو من وجهة نظري ممكن يوصلوا المربع الذهبي بشكل كبير في كأس العالم، يعني. في كأس العالم. فهتبقى تجربة قوية للاعبتنا، أتمنى إن احنا نظهر بشكل مشرف يعني للكرة المصرية. روبرتو مارتينيز المدير الفني البلجيكا بيقول مباراة مصر فرصة رائعة لنا قبل السفر إلى قطر، مواجهة خصم إفريقي من الشرق الأوسط يفي بجميع المتطلبات التي نبحث عنها استعدادا لكأس العالم.
كلام معقول يعني، منطقي جدا. هو ده منطقيا بالنسبه له، بياخد المباراه ويستفيد منها ازاي؟ ما هو بيستفيد منها على اساس ان هو في فرق عربيه في كاس العالم وفي فرق افريقيه، فهو بيلاعب نفس المدرسه، مصر نفس المدرسه عربيا وافريقيا، فطبعا هيستفيد بيها بشكل كبير جدا، وهيبقى ليه اهداف من الماتش لازم يحققها بلجيكا، واحنا في نفس الوقت لينا اهداف بالنسبه للمدير الفني بتاعنا لازم نحققها برضه. طيب روبرتو مارتينيز مدير فني من المديرين الفنيين الشباب من المدربين الشباب اللي هو دايما بقاله فتره الحقيقه، بقاله 3 أو 4 سنين مع منتخب البلجيكي، له فكر هجومي واضح، عنده مجموعه من النجوم الكبار جدا. يعني المباراه دي انت تاخدها ازاي؟ يعني هو كمدير فني، خليني الاول اتكلم عنه، عن روبرتو مارتينيز، هياخدها ازاي؟ بيفكر فيها ازاي؟ هياخدها طبعا ان هو يعمل نتيجه كويسه ويقدم عرض كويس، وزي ما انت بتقول هو عنده المفاتيح الهجوميه اللي تخليه ان هو يلعب بشكل هجومي، بالذات لما يلعب قدام المنتخب المصري، فطبعا هيلعب من البدايه ضاغط علينا من نص ملعبنا، هيلعب طبعا لازم يكون عنده كثافه هجوميه بشكل كبير جدا من نعم. من جانب لاعبي خط الوسط بالذات المهاجمين. طيب. فهيبقى هو ده الهدف يعني من الماتش. طيب قبل ما نكمل كلامنا عن منتخبنا الوطني، خلينا نروح للكويت لزميلنا المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني الاستاذ محمد مراد. مراد ازيك يا حبيبي؟ والحمد لله على السلامه. حبيبي يا كابتن اسلام، وبرحب بيك باسم حضرتك طيب، وبرحب بالاستاذ خالد جلال. اهلا بيك، اهلا بيك يا مراد. اولا طمنا على اهلا وسهلا يا محمد، طمنا على منتخبنا الوطني ورحله الذهاب الى الكويت والتواجد في الكويت، وايه الاخبار؟ يعني كابتن الحمد لله، يعني احنا اتحركنا النهارده الصبح الساعه 10:15 بتوقيت القاهره كده للكويت، رحله طيران حوالي 2:30. وصلنا، كان في تدريب النهارده الساعه 7 بتوقيت الكويت، 6 بتوقيت مصر، ضربنا على استاد نادي الكويت الكويتي. يعني كنا اول، كان يعني اول ما وصلنا كان وصل معانا احمد حجازي وطارق حامد سنان مختار طبعا عن جد السعودي، وشاركوا في التدريب النهارده اللي كان فيه حوالي 19 لاعب كانوا موجودين من اصل 24 لاعب يا كابتن. طبعا زي ما احنا عارفين محمد صلاح يعني ان شاء الله هيوصل بكره، ده المحترفين يعني النني وكوكا وصلوا بالليل الساعه حوالي الساعه 9:30 10 بتوقيت الكويت، لسه فاضل صلاح محمد ومرموش ومحمد صلاح، ان شاء الله محمد صلاح هيوصل بكره كابتن اسلام لمطار الكويت، وان شاء الله يعني كان يعني استقبال خاص بالنسبه لمحمد صلاح. كل التجهيزات طبعا خاصه، يعني التجهيزات مترتبه دي من قبل سواء المدير الاداري محمد غرابه وكابتن شعبان بطاوي وكابتن وليد العطار مدير التنفيذي اتحاد الكوره. يعني كان النهارده كابتن حاجه كويسه جدا، واحنا نازلين كان طبعا في جاليه كبيره مصريه كانت موجوده في المطار لاستقبال بعثه المنتخب، وكان في برضه يعني اكثر من جهه اعلاميه موجوده كويتيه كانت موجوده في استقبال بعثه منتخب مصر. الحقيقه يعني الترتيبات كانت كويسه جدا سواء في الاستقبال او الوصول للمطار او حتى الترتيبات الخاصه بالملعب والتدريب. وزي ما قلت لحضرتك الحمد لله التدريب كويس، الراجل بدا يعني زي ما انت عارف كانت تدريبات بدنيه كده في الاول قعدت يعني، وبعد كده تدريبات او جمل تكتيكيه، وبعد كده تقسيمه في اخر المران. ويعني ده كان يعني ابرز حاجه في اليوم الاول لمنتخب مصر النهارده ان شاء الله في الكويت. طيب الحقيقه كان في اهتمام اعلامي. اتفضل. انا كنت هسالك عن الاهتمام الاعلامي او كيف ينظر او تنظر الصحافه الكويتيه لهذه المباراه الكبيره، يعني المصنف الثاني عالميا مع منتخبنا الوطني، اعتقد اللي هو المنتخب البلجيكي يعني المصنف الثاني عالميا مع المنتخب الوطني، اعتقد مباراه كبيره جدا على الاراضي الكويتيه. يعني مباراة زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام الحقيقة مباراة كبيرة جدا، زي ما قلت لك في اهتمام اعلامي كبير جدا، كان في اكثر من وسيلة اعلامية كويتية موجودة في المطار وقت ما وصل منتخب مصر، حتى على واحنا ماشيين برضه على اكثر من اعلان على ماتش مصر وبلجيكا وموعد طرح التذاكر والشركات الخاصة اللي هي بتطرح التذاكر،
والمواقع الخاصه بيها برضو، حتى على الباصات ووسائل المواصلات في صور موجوده للاعيب المنتخب المصري على اصول، طبعا محمد صلاح ومحمد النني محمد الشناوي موجودين صور فيهم وتنويه عن موعد الماتش. والحقيقه ماتش كبير جدا يا كابتن، يعني انت بتلعب ثاني افضل منتخب في العالم زي ما قلت، بيضم افضل لعيبه في العالم جميع الانديه على اصول طبعا دي بروين وهازارد مانشستر سيتي وريال مدريد. اهتمام كبير جدا يا كابتن بالماتش، في يعني ان شاء الله يعني حتى الجاليه المصريه هنا بيتكلموا ان في اقبال على التذاكر، ان شاء الله يبقى الاستاد ممتلى عن اخره. وزي ما قلت لك يا كابتن يعني منتخب بلجيكا هيوصل اليوم 15 للكويت، لكن الحمد لله يعني زي ما حضرتك اتكلمت ان في اهتمام كبير جدا بالمباراه، وان شاء الله تبقى مباراه تليق باسم الكره المصريه ومنتخب مصر والكويت. طيب المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز قال ان مواجهة خصم افريقي من الشرق الاوسط يفي بجميع المتطلبات التي نبحث عنها استعدادا لكأس العالم، دي رؤية روبرتو مارتينيز، كيف يرى روي فيتوريا هذه المباراة؟ يعني طبعا هو روي فيتوريا طبعا عارف المباراة صعبة جدا ومباراة قوية جدا مع منتخب زي ما حضرتك قلت كم من ثاني منتخب في العالم. نعم. مباراة صعبة جدا، عايز طبعا يعني كان لعب ماتشين تدريجيين نايجر وليبيريا والحمد لله فزنا فيهم. ان شاء الله يعني دي تجربة قوية جدا، اللعيبة ذات نفسها عارفة أهمية المباراة وأهمية اللقاء. وفيتوريا ذات نفسه عارف أهمية اللقاء، طبعا بتلعب منتخب من المنتخبات الكبيرة في العالم. لكن ان شاء الله يعني عندنا لعيبة مميزة، لعيبة كويسة جدا، سواء محمد صلاح والنني تريزيجيه الشناوي يعني حمدي فتحي امام اي يعني زيزو، عندنا لعيبه كبيره جدا، لعيبه جوده ان شاء الله تقدر تثبت نفسها في ماتش زي ده وتديها ثقه ودفع الفتره اللي جايه. ايوه تصفيات كاس العالم وتصفيات امم افريقيا الفتره الجايه ان شاء الله تبقى تجربه كويسه، تجربه مميزه باذن الله. يا رب ان شاء الله. اخيرا ممكن تحكي لنا على برنامج المنتخب خلال الايام القادمه؟ يعني هو البرنامج يعني بكره يعني كل يوم تدريب يا كابتن الساعه يعني 5 او تدريبه واحده بس يعني اوكي تدريبه واحده في اليوم، غير الراجل بيبقى في اجتماعات صباحيه مع اللعيبه والفيديو والمباريات الفيديو على الماتشات ماتشات المنتخب بلجيكا، وزي ما انت حضرتك عارف يعني بيبقى في بيتم يعني تقطيع مباريات كده منتخب بلجيكا لكل خط الدفاع الوسط الهجوم نقاط القوة نقاط الضعف على طول. يعني التدريب بيبقى اللعيبة معظم الوقت بيبقى في الجيم، ففي يعني ده معظم الجدول الخاص بالمنتخب للفترة اللي جاية قبل ماتش الكويت إن شاء الله. في النهاية إن شاء الله نتمنى إن ماتش يليق باسم الكرة المصرية ونقدم كرة كويسة وحاجة كويسة تليق باسم مصر والكرة العربية إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. أنا بشكرك جدا زميلنا محمد مراد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني الأول، طمنا على كل الأمور الخاصة بمنتخبنا من الكويت، أعتقد كلام يعني كلامه بشكل عام مريح. طبعا ومنطقي، مريح ومنطقي طبعا. طبعا قبل أي مباراة كبيرة بيبقى في نظام لكل فرقة في المعسكر، وزي ما انت برضو اتكلمت المحاضرات والشرح طريقة اللعب والتشكيل واختيار التشكيل واختيار الطريقة واختيار خطة اللعب، كل الكلام ده طبعا بيتقال أثناء المعسكر بجانب التدريبات، ونتمنى هي تجربة قوية، نتمنى بإذن الله نظهر بشكل مشرف. أنا ما رضيتش الحقيقة أسأل مراد السؤال ده، ولكن هل من الممكن أن يعني مباراة بلجيكا دايما من المباريات الكبيرة؟ طبعا يعني من المتوقع يعني مثلا الاهلي لما يجي لاعب فرقه اقل منه بتبقى متوقع ان الاهلي يكسب بنسبه اكبر. النهارده لما تيجي تقول النسب ما بين الفوز المنتخب البلجيكي ومنتخب مصر هتقول ان الاقرب هو فوز المنتخب البلجيكي. ايوه. هل هو الراجل مش خايف من هذه المباراه؟ لا، هي هتتحسب نتيجه واداء. يعني المباراه دي برضو عشان نحكم عليها بشكل كويس كنتيجة، ان احنا مش مطالبين يعني زي ما انت قلت احنا مثلا ممكن بنسبة 80% بلجيكا هتكسب واحنا 20% كنتيجة، ولكن احنا اللي يهمنا بشكل كبير جدا الاداء. ادائنا يكون مقنع قدام الفرقة الكبيرة دي والفرقة القوية دي واللعيبة المميزة دي. لو ادائنا مقنع امام هذا الفريق الكبير ده حاجة تبقى مطمئنة لينا في المستقبل بإذن الله. بس في بعض الآراء برضو، ودي قد تكون يعني ممكن يقول لك ايه المنتخب البلجيكي هيبقى خايفين قوي على رجلهم ان هم يتصابوا، واللعيبة اللي هي تتصاب او كذا او كذا، فممكن تبقى فرصة منتخبنا اكبر.
لا اللعيبه بره ما بيخافوش على رجليهم، ده بالعكس ده بيلعب جامد عشان ما يتعورش. في فرق، احنا هنا في حاجات عندنا في مفاهيم مغلوطه بالنسبه لنا. بمعنى ايه؟ انا لو لعبت جامد مش هتعور. فهم ده الفكر اللي عندهم، مش هينزل الاحترافي، مش اللي عندهم بس بالظبط. ده الفكر الاحترافي اللي اي لعيب بره بيتعامل بيه، انما هينزل هيخاف على رجليه، لا ممكن تبقى نسبه اصابته تبقى اكبر. فهم بالعكس ما عندهمش، هم يلعبوا جامد عادي يعني زي ما هم متعودين. طيب هل يجوز ان احنا نحكم على روي فيتوريا في هذه المباراه؟ لا، في من ناحيه الاداء بس. من ناحيه النتيجه لا، لان طبعا ما فيش. الاداء المتوقع ايه يا كابتن في ماتش زي الاداء؟ يبقى شكلنا كويس في الملعب يعني. نقدر نهاجم ونقدر ندافع، ما نبقاش بندافع بس، والماتشات اللي احنا بقى بنبقى حافظينها ان احنا في نص ملعبنا وبندافع بس وكور طويله ملهاش لازمه. لا، ازاي يبقى لينا شكل؟ ازاي يبقى لينا شكل؟ ما عشان كده بقول النتيجه بالنسبه لي، لا النتيجه هتبقى في صالح بلجيكا يعني بنسبه 80%. أوكي. انما الاداء انا عايز اشوف فرقتنا امام الفريق البلجيكي القوي ده اللي هو تاني مصنف تاني فريق على مستوى العالم، ازاي واحنا معانا الكوره بنقدر نمسكها من بين رجلينا، ازاي بننتقل من نص ملعبنا لنص ملعب فرقه بلجيكا عشان نقدر نهاجم، ازاي هنقدر نهاجم بشكل كويس ولما الكوره تتقطع نرتد للدفاع وندافع بشكل كويس اللي هي الكوره الحديثه. انا نفسي اشوف الشكل ده. ما اشوفش شكل واحد ان احنا بندافع بس. فهو ده اللي انا هحكم، انا عن نفسي انا هحكم على فيتوريا فيه. بس الاقرب في هذه المباراه ان انت هتشوف الشكل اللي حضرتك بتقوله اللي هو بندافع بس. اللي احنا لا مش مفروض يعني، لا بس انت يعني على الاقل عندك واحد من احسن اثنين او ثلاثه في العالم اللي هو محمد صلاح، ورقم خمسه مؤخرا، لكن خمسه دي يعني بالنسبه لنا انا بشوفه رقم اثنين او ثلاثه في الفتره السابقه، لكن عندك واحد من افضل خمسه لعيبه في العالم، عندك تريزيجيه برضو واحد من اللعيبه الكبار جدا في تركيا وفي الدوري الانجليزي قبل كده، مرموش برضو، مصطفى محمد عامل شغل كويس جدا في الدوري الفرنسي، وبالتالي عندك مجموعه هجوميه كويسه جدا. عندنا مجموعه، بس هو انا يعني انا نفسي اتفرج على منتخبنا ازاي بيتحرك كوحده واحده. واحنا بنهاجم ازاي الفرقه كلها بتتحرك، الخطوط الثلاث خطوط بيتحركوا للامام، وازاي بيرتدوا للدفاع، لان هي دي الكره الحديثه بغض النظر عن الفرديات او الاسامي. ما احنا مش هنفضل نعتمد مثلا ممكن على صلاح بس، لا مش معنى صلاح موجود ان احنا هنهاجم، لا مش هيقدر هو لوحده ولا تريزيجيه لوحده، لازم خطوط بتتحرك مع بعض في النواحي الهجوميه وفي النواحي الدفاعيه. يعني انا عايز اشوف شكل جماعي هجومي لو قدرنا نوصل له. في النواحي الدفاعيه انا هندافع كويس، لان احنا الدفاع اسهل حاجه في الكوره، الدفاع ان انت تدافع دي اسهل حاجه في الكوره على اي مدير فني، انما على اصعب حاجه على تطلع بقى ازاي تهاجم وازاي خطوطك دي وازاي يحصل تبادل مراكز وازاي الكره تنقل لقدام. فهي دي اللي نفسي انا اشوفها في منتخبنا قدام بلجيكا. متوقع التشكيل اللي ممكن يبقى موجود مين يا كابتن؟ يعني نفس التشكيل اللي بيلعب بيه، لان الاجانب هو لعب ماتشين. يعني الشناوي مثلا اكرم ولا عمر جابر الناحيه الثانيه ناحيه اليمين؟ اخر ماتش مين لعب؟ عمر. يبقى عمر اكرم لسه. يبقى عمر. عمر اللي هيلعب برضه. هم الاجانب بنسبه 90% ما بيغيرش طالما كسب في الاخر. النايجر ومش بس يعني هو فرق اقل منه بكتير بالظبط، مش هيغير يعني والله. الاجانب دايما كده. انت شايف ان عمر هيلعب؟ عمر على اكرم، لان عمر اللي كان بيلعب. هو ممكن اكرم دلوقتي يعني، انا لو انا موجود العب اكرم، بس انا بكلمك بالفكر الاجانب بيفكروا الاجانب. على الجانب الاخر احمد حجازي لا جدال عليه او لا خلاف عليه، تمام. جنبه ممكن يلعب مين؟ محمود علاء او خالد صبحي؟ يعني اعتقد محمود علاء، تمام. يعني من ناحيه الخبره طبعا ترجح كفه محمود علاء شويه. ان هو لعب قبل كده. ناحيه الشمال مثلا مين اللي ممكن واخد حوا واخد مين واخد حسين السيد متهيألي؟ اعتقد حسين السيد. وفي حد على فكره انا في اختياره لحسين السيد انا يعني انبسطت جدا، لان حسين من اللعيبه الكويسين جدا جدا جدا. لا، من اللعيبه الكويسين جدا 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 في هذا المكان وفي هذا المركز. في محمد يعني حمدي برضو. بس يعني حسين السيد حاجه ثانيه. انت شايف انها طبعا. لا حسين حاجه ثانيه خالص. حسين السيد طبعا. يعني انا بشوف ان الناحيه الهجوميه الاثنين في نص الملعب مثلا، اعتقد ان النني هيبقى ليه دور.
ايوه ولا بس النني، هل النني كان بيلعب؟ النني لعب اخر ماتشين امبارح؟ لا ده امبارح لعب ما فيش 10 ثواني ماشي يعني لعبوا في الدقيقه 92 ولا 91 لا وقت ما اعرفش هم يعني المدربين الاجانب برضو الحقيقه بيبقى ليهم حسابات حسابات معينه بالزبط. واختلافات في وجهات النظر ايوه يعني اعتقد ان مصطفى محمد ومحمد صلاح تريزيجيه هذا الثلاثي له مكان محجوز ممكن وعمر مرموش ومرموش كمان الرابع معاهم يعني ثلاثه من الثلاثه هيلعبوا من الاربعه دول يبقى ممكن زيزو مثلا يبقى جنب طارق حامد مثلا يعني في نص لا هتبقى انت عايز طارق حامد وجنبه واحد جنبه مدافع يعني ممكن حمدي فتحي النني مثلا بالظبط لاعب وسط مدافع زي يعني بيتميز بالصفات الدفاعيه يعني ف هم مش هيطلعوا بره الاسامي دي يعني لا مش هيطلعوا بره الاسامي دي بالزبط. طيب هل مجموعه اللاعبين اللي حضرتك شايفهم او الاسماء اللي احنا قلناها دي هل قادرين على ان احنا نقدر نعمل مباراه كويسه امام منتخب بلجيكا؟ اتمنى كده اتمنينا كلنا بنتمنى لكن فنيا هجوميا لا مش هيكون لينا شكل مش هيكون لينا شكل انت عارف ان انا شايف العكس يا كابتن ان احنا دفاعيا هنعاني كتير جدا ايوه وجهه نظري يعني ايوه ان احنا دفاعيا هنعاني كتير جدا لكن الناحيه الهجوميه لان انت منتخب بيعتمد على الهجمه المرتده تمام في وجود صلاح وتريزيجيه ومرموش ولو وصلت لهم يعني اعتقد هتبقى عندنا فرصه كويسه اتمنى كده كلنا أتمنى هذا الكلام انا بشكرك جدا يا كابتن خالد على وجودك معانا شكرا جزيلا استمتعت دايما وبنستمتع بوجودك شكرا معنا. الله يخليك انا كنت سعيد ان انا موجود معاك شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن خالد جدالله انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا غدا ان شاء الله حلقه جديده من البيت الكبير